بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. بارك الله في مقاصدنا وفي مقاصدكم. وإنما حكم على تمفعل بالميم الزائدة بعد الوجدان في كلامهم وجودا يعتد به، حتى دل اشتقاق تمعدد من معد على أصالة الميم من معد، ولم يعتد بتمسكن وتمدرع وتمندل لوضوح شذوذه. بو حكم كرا وتسر تمفعلي بميم زائدة كي شاكا حكم كرا وتسر تمفعلي بميم زائد بدليل نبوني تمفعلي ده كلامي عرب ده بوجوده چي يعتد به، چونك تمفعلا ونيا بلا ده راح حكم كراو سر تمفعلي بزيادتي ميم لبر اويك تمفعلا لسر لبر اويك حكم كراو تسر تمفعلي بزيادة ميم دواي أوي كهيا بلا حكم كراوة سرت مفعلي بزيادة ميم بدليل عدم وجدان بدليل نبوني أو وزني دا كلام دا بوجودش معتد به شاكا، حتى دل اشتقاق تمعدد من معد على أصالة الميم من معد، هتا دلالته بك اشتقاق تمعددي لمعد دلالته بك لسر أصالة ميمكي ودلتشي. وإنما حكم على تمفعل بالميم الزائدة بعدم الوجدان في كلامهم وجودا يعتد به، نوك حكم كراوة سر تمفعلي كميم كي زياد به، حكم كراوة سر تمفعلي بميم زائد حكم كراوة سر بويك وجودي نيد كلام عرب دا وجودا يعتد به، ذاتون كوجودا يعتد به نيد بويا أو حكم ما كردوا حكم ما كردوا بعد موجدان، حتى نتيجة أو حكم بعد موجداني دلالتي لبر أو حكم بعد موجداني اشتقاقي تمعددي لما عدي دلالتي لسر أصالتي ميمي معدي دكا، حتى دل اشتقاق تمعدد من معد على أصالة الميم من معد، حكم كراوة سرت مفعلي بميمي زائدة لبر عدم وجوده، نتيجة أوجبوت أوك اشتقاق تمعددي لمعدي دلالتي بكا لسر أصالتي ميمكي، بويا حكم كراوتي بعدم وجدان لصورة شداء عدم وجدان بوجود معدد لصورة شداء هيا تمسكنها يا تمدرعها يا تمندلها يا، يعني ندبا حكم ما كربا بويك وجودي نيا وجودي نيا، چونك وجودي هي ستشوار حد أقل نمونة من بيشك دي تاكا، ولي ما هاتون حكم ما كردوا بعدم وجدان عدم وجدان بوجودا يعتد به بوي دلالة إبكاء اشتقاق تمعددي لما عدي دلالة لسر أصالتي ميمي معدي إبكاء جادل بوي حكم كراوة سر تمفعلي كميمكي فرزا زياد بيه تمفعلي بميمي زائد حكم كراوة السرية بعدم وجدان بلا ولم يعتد بتمسكن وتمدرع وتمندلا، اعتبار بتمسكن وتمدرع وتمندلي نكراوة كميمكيان زيادة اقا اعتبارت با زياد بوني ميمي اوانا كرد بايا دبو بلاي تمفعلش هيا كهباء دي دلاتي لسر ندك لسر اصالتي ميمي معدي شامي مكدت تمعددي دا زياد دبوك وتمسكنه وانا
دلاتي لسر أصالتي ميمي معدي ندكر أما حكم ما انكردو تسري بعد موجود وجودا يعتد به كأو حكمة بوتباعي سيوي كاشتقاقي تمعددي لما عدي دلاتي لسر أصالتي ميمي كيبكا بويا حكم كراوة بعد موجدان واعتبار بتمسكن وتمدرع وتمندلين كراوة چونك أواناش شزوزكيان واضحة واضحة شازبونكيان شتي شاز دلالتي لسر وجودي ناكا شزوز لكل واحد يشان يا شزوز شزوز وندرتي وجود شزوز وندرتي وجوديا واضحة لبر أوي حسابيا لسر نكراوا ليه حالي بوي؟ حتى تسبي باشت حتى يكد بيشك ديتو حكم كراوة تسرت مفعلي بعد موجدان أو حكم كرنا بوتباعيسي ويك اشتقاقي تمعددي دلالة يبكى لسر أصالتي ميمي معدي أقا حكم ما نكر بعد موجدان ودلالتي ندكر أو حكم بعد موجدان بوتباعيسي ويك اشتقاقي تمعددي لما عدي دلالة لسر أصالتي ميمي كيبكى حتى أي شيء ابتدايا غايته يعني حكم كراوته إلى أن دل اشتقاقه كأو حكم كرنا منتهي بوبوي أي ذكري حتى يغايد بيا تاكا حتى دل أخا حتى يغايد دجير صرف يعني ماضي يا حتى عاطفه وكو جاء الحجاج حتى المشاهد حكم حتى دل حتى عاطفه بوصر حكمي حكمه ونتيجة أو حكمه بوتأوى حكمه هتا دلالتي كردوا يعني لبرأوي دلالتي كردوا اشتقاقي تمعددي لما عدي لسر أصالتي ميميو واعتبار نكرا وبوانا بتمسكنا وتمدرع وتمندلي تمسكنا يعني صار مسكينا إذا صار مسكينا تمدرع إذا لبس المدرعة أقل مدرعي دبركا مدرعتي وهو ثوب ضيق صغير الكمين ثوبتي تنجي وانيكا قولكاني كرتن تنجي قول كرت ثوب ضيق صغير الكمين تاكا ثوبتي تنجي صغير الكمين مدرعة تمدرعي يعني مدرعي دبركا تمندلج إذا مسح عضوا بالمنديلي اجا عضوي شي فروي بيدا بيني تمندلياني فروي بيدا هنا مثلا بدستي بلاقي وتمنطقه اذا لبس المنطقه تاك لم يعتد بتمسكنه وتمدرعه وتمندله وتمنطقه وقت شي دكتور تمنطقه اجر منطقي دبركا تاك كمربند تاك كمربند منطقه بهم ببشتين ديجدلن يا بيجدلن بشتين دي لبشت بسطية كمربن دي لبشت كا وتمغفرة إذا لبس المغفرة أقا كلاوخو دي لسرنية ونيا لم يعتد بأوان ونحو ذلك مما لا شك في زيادة الميم في مأخذ اشتقاقه اعتبار نكرة وبوان ونحو أوان لو كلماتاني كببيشق ميمكيان زيادة بيشق تمسكنا تاكا لسكوني ورجيرا وتمدرع للدرعي ورجيرا وتمندلا لندلي ورجيرا ونيا تمنطقة ل منطقة لما دين نيطيقي ورجيرا اوانا ونحو اوانا كلماتي كشك دا زيادة ميم يان دانيا زيادة ميم في مأخذ اشتقاقك يان يعني ميم زيادة دا مأخذ اشتقاقك عندا انت مسكنا لمسكيني ورجيراوا ببيشق ميمي مسكيني زيادة تمدرع لمدرعي ورجيراوا كببيشق ميمكي زيادة تمندل لمنديلي ورجيراوا كببيشق ميمي منديلي زائدة تمنطق لمنطقي ورجيراوا كببيشق ميمكي زيادة تمغفر لمغفري ورجيراوا كشق دا زيادة ميمكي دانيا أوانا ونحو أوانا لكلماتي كشك دا زيادة ميمي مأخذ كيان دانيا ميم دا مأخذ اشتقاقك كيان دا مأخذ اشتقاقك
كالمسكنة والمنديل والملبوسات المذكورة. مأخذ اشتقاقك بوتا مسكنة مسكنة مصدر مسكنة بوتا مندلي منديلا بو أواني كش بقية ملبوساك عندي كمدرعية ونيا مغفرة منطقة ونيا أوانا ونحو أوانا كشكد زيادة ميدانيا بو شكد زيادة ميدانيا لكوني زيادتها فيه في غاية الظهور. چونك زيادة ميمكي فيه دم أخذي اشتقاق كيان دا بويا الشكد زيادة ميم دم أخذي اشتقاق كيداني چونك ميمك زائدة دم أخذي اشتقاق ما زوشير دا زيادتك دا غاية الظهور دايا. ومن سما اتفق على أن وزنه تمفعلا لبر أويكا زيادتك دا غاية الظهور دايا والشك دا زيادة ميم كيدانيا اتفاق نظر هي لسروي كوزني ما زوشير وزنها يا وزنهويا وزنها بلى وزنها بباشا. ومن ثم اتفق على أن وزن ما زوشير دناد بوزنها به شاكا أوان ونحو ذلك. ومن ثم اتفق على أن وزنه يعني وزني نحو كيب ونحو كيبرينوا وزني نحو ذلك تما فعليا شاكا جاء اعتبار بوانا نكراوا لواني كشكل زيادة ميميان دانيا لوضوح شذوذه لبر وضوح شذوذ ما زوجر لبر أوي أوانا شاذ ونادر المجيء وفصيح دوانا داشتيش ديكيا فعل ديكيا نق أوانا لبر وضوح شذوذ ما زوجر ندرتي مجيء كيان اعتباري ام بي نكرا وتم عدد جوقوان حساب كين لوضوح شذوذ ما ذكر من الافعال او شذوذ كل منها تاكا لوضوح شذوذه يعني شذوذ ما ذكر يعني هيك باعتبار ما ذكر كترا ومذكر نكترا ولوضوح شذوذها يعني شذوذ ما ذكر يا هيك بو كل دجيته باعتبار كل كترا وشذوذه بو يدلا اي شذوذ ما ذكر من الافعال او شذوذ كل منها تمام او توجيه تسجيل لميري شذوذه كردوا كبو ما ذكر دجيته يا بو كل منها دجيته بو يا مذكره لبر وضوح شذوذ ما ذكر من الافعال يا شذوذ كل لوانا ونادربوني مجيئي كل من هاي والفصيح الكثير اويك فصيحا ناشازا وكثيرا دو افعالان دا تمسكن وتمدرع وتمندلنيا تمنطق وتمغفر بلكو فصيح كثيرك اويا تسكن تندل تدرع تغفر تنطق هميا لسر وزني تفعل او فصيح كثيرا لسر وزني تمفعلي جاكا شاذ ونادرة هم استعمالي نادرة هم الشاذ جاكا فصيحي كثير دوانا دا أويا تسكن يعني سار مسكينا تندل يعني مسح عضوا بالمنديل تدرع يعني لبس المدرعة تغفر يعني لبس المغفرة تنطق يعني لبس المنطقة جاكا والفصيح الكثير أوانا كلها على تفعل بتشديد العين فهي لشذوذها الواضح في حكم العدم غير صالحة لأن يعتد بها أو تمسكن أو تمدرع أوانا لبر شاذبوني واضحي كهيانا شاذبوني واضح واضح كشر أويا جاكا وضوح شذوذك أويا چونك
لسر وزني تفعلي استعمالك فصيحي كثيرا أوانا لبرش زوز واضحة عند حكم عدم يدان وصلاحيتي أواني اعتباري أن بيبكريو جال اعتبار بيكرني ورادة دا تمع ددش دابلي ميمكا ميمكا زائدة وكواب معدج لوي رابلي ميمكا زائدة تمام؟ فمن ثم حكموا على تلك الزينة بعدم الوجدان لبر وضوح شذوذ أوانا تمام بوينا باعتبار أن في بكري حكم كرا وتسر أو وزني تمف علي بعدم وجدان وجودي معتد بهين يعني حكم كرا وتسر بعدم وجدان وحكم كرا وتسر تلك الشواذ بأن بناءها لتوهم أصالة الميم في مأخذها حكمي أن كدوت سر أو وزني بعدم وجدان وحكمي أن كدوت سر أو شوازانة بويك بناء أو شوازانة توجيهك أويك توهمي أصالتي ميمد ما أخذ كان ذاك راوا تمسكنك لمسكيني ورجراوا يا لمسكنتي ورجراوا أويدك لمدرعي أويدك شن ميم دا أول دا شاكا ميم بلا توهمي أصالتي ميمك كراوا توهمي أصالتي ميمي دي هيز توهمي دي زوربوني ناوي حكم كراوة السر أو شوازانة بوي كبناء كان لبر توهمي أصالتي ميمي دا ما أخذ كان دا تمام مسكنت بري والله هل لبر أوش مسكنت لسر وزني فعللت يا مثلا هلقى حسابي أصالتي ميمي كيب كي بوي توهمك حاصل بوا تاكا دي أويدي كنازانم من ديل وكو إكليلي فرس كين وزني أوامان دا أصالة دا أصيل دا زورة أو هيئة بوية توهمي أصالتي ميمك راوة هيئة كدا دا وجيانا دا كحرف أولا كأصل بي زورة بناءها كرسيكي واوة بلسا نا دي حكم كراوة سر أو شازانة بويك بناءها بناءها شيها في مواهر بواني شجنا نسرية في مواهر دبي با شب نسرية بناءه بنائه بناء في مواهر ببي كرسي دا نسرية دواي ساكين يا أجر لميركش كالجزء حساب بكريه كالجزء حساب بكريه لبر كالجزء بنكي بلا وكو واني شي دي وكو بلا في حركة دقيقة في ما ببي واني دنوسري ببي كرسي دنوسري بواوي كنا نوسري اگه بناؤها بابا کرسی واو ده نسرا بنائهی بابا کرسی ده نسرا ربر اتصالی لامیره که دنا ببی اتصال هر ببی کرسی ده نسرا ولی با اتصالی لامیری های اگه مقصود ببی ده نسرا اگه ملموم بباو ده نسرا پیما اگه مفتوح بو هر بو خوی ده نسرا ببی کرسی وام لزهنده حکم کراوت سر او شوازانه باوی که بنائه کهان لبرت وهمي أصالتي ميم دم أخذ كان دايا فكأنها تفعل لبد زيادة الميم كأنه تمفعلا كأجت وهمي أصالتي ميم يبكري كأنه تفعل لن ببي زيادة ميم فتدبر لي حاليبون فتدبر ولذلك المذكور من تقديم الاشتقاق أيضا كان مراجل لثياب الوشي جمع مرجل فعاللا عند سبويه بلامين كجعفر وجعافرا على أصالة الميم بدلالة الاشتقاق لمجيء قولهم ثوب ممرجل على صيغة اسم المفعول مشتقا منه بمعنى موشي منقوش قال العجاج بشية كشية الممرجل
لبر اوي كذكر كرا كتقديم اشتقاقا دوبارا لبر اوي دوبارا كان مراجل هر وكو دواني دي كدا علتك تقديما ديرج دا علتك تقديم اشتقاقه دوبارا لبر تقديم اشتقاق كمراجل لسر وزني فعالي ليا لكن سيبويه مراجل لسر وزني فعالي ليا مراجل با سياب ولباس هاي موشادة لن النخشوني قاري ليش اشرابته جمع مرجليا مراجل لسر وزني فعالي ليا لكن سيبويه فعالي لي بدولامان بدولامان ونيا فعالل لسر وزن خلاصه مي مكي اصليه مراجل لسر وزني فعاليليا وكو جعفر وجعافر والحاصل رباعيه شاكا مرجل رباعي مجرد يو لسر وزني فعاليليا بدولامان بلا شوك رباعي مجرد ويدولامي هي اي لسر وزني فعاليل يبدولا مانوك جعفر وجعافر وزنكي فعاليل بنا لسر اصالتي ميمكي جاء اصالتي ميمكش بدلالتي اشتقاق بود اشتقاق دلالتك لسر اصالتكي لمجيء قولهم ثوب ممرجل على صيغة اسم المفعول لمجيء ثوب ممرجل لي فاز متنك اوايا مجيئك متن قولك وانيقنيا بلا بينا فاز لمجيء ثوب ممرجل او متنك يا لمجيء قولهما كشرحا بويا اشتقاق دلالة ذكاء لسروي كمراجل على مراجل لسر وزني فعالي ليه لبرأوي لبر هاتني قول عرب كألن ثوب ممرجل يعني فلان ثوب ثوب ممرجل لسر صيغي اسم مفعول شاكا مشتقا منه شاكا بمشتق لا مرجلي لمرجلي بمرجل جا ممرجل هاتو بمعنى موشي موقوش بو معنى ايك ممرجل يعني موشي ومنقوشة دي ممرجل لا مرجلي هات بي ممرجل اسم مفعول بي دي لا ممرجلي دامي مك زيادة اي خو ممرجل اسم مفعول ما لسر وزني ممفعلي نيا لسر وزني مفعللي ما نيا او اسم مفعول دروس كرنا دلات ذكاء لسر اصالتي ميمكي بلا قال العجاج جاء ثوب ممرجل او معنى ويدكاته ثوب ممرجل على صيغه اسم المفعول مشتقا منه يعني لمرجلي جاء ثوب ممرجل بمعنى موشي موقوش قال العجاج جاب زين ممرجل راس دكي هي يا هل خريجي بما مسلميني هي دلع عجاج كتويتي بشيه كشيه الممرجلي كل شعر كما ابو فيداك بزين شيا بلا بشيئة متعلقة ببيت بلا يقدو بيت بيشتر كذلك تبدلت بشيئة كشيئة الممرجلي قراوة بوسيلي نقشيك أو نقشوك نقش لباس من قجوايا المهم كلمي ممرجل دا شعر عجاجي دا هاتوا بمعنى موشي ومنقوش والحكم بزيادة الميم فيه يؤدي إلى كونه على ممفعل بميمين دل دي جابا ممرجلي شهات بي دا ممرجلي دا ولا ميمك زيادة اقا ميمك زياد بي ميم دو مكا دوبارة دلات لسر أصالة ميم مراجلي ناكا دل أخا حكم بزيادة ميم دا ممرجلي دا ميم دو مكا سرد ششيت السراوي كممرجل لسر وزني ممفعلي بيبدو ميمان وهو غير موجود أصلا وزني ممفعلي ماني أصلا ندى وزني اسم مفعول دا ندى غير اسم مفعول دا فرجح الاشتقاق على غلبة الزياد في الميم الواقعة في الأول قبل ثلاثة أصول
المقتضية لكون مفاع لكونه على مفاعلة. الآن دا مراجل دا اشتقاق ترجيح دراوة بصر غلبي زيادة ميم غلبي زيادة دا ميم ايش دا كواقع ببيت دا اول دا و بيش سي اصلا اخ مرجل ري و جي و لامكي حرفي اصليا وني سي حرفي اصلي لدوايا دا سي حرفي اصلي لدوايا بغالب و ميم لأول كلمات اوا دا زائدا چاکه غلبه زیاده د میم چې دا کواقع بو د اولی کلمې دا او پیش سلاستی اصولا اشتقاق ک ترجیح دراو بسر او غلبه زیاده تیدا ک او غلبه زیاده تا مقتضی او مراجل لسروزنی فعال لنبی لسروزنی مفاعیل به تمام ولی اشتقاق ترجیح دراو بسر او غلبه ایدا. وقد يقال لعل بناء ممرجل لتوهم أصالة الميم في مرجل للزومها كما بني لذلك تمندل مثلا دلا دكريبلين ممرجل يشبويا أو اسم مفعول ليدروس كراوة لبر توهم أصالة ميمكي ميم مرجل بويش توهم أصالة كراوة لبروي لزومها أو ميما وكو حرف أصلي دتيا ونيا مرجل بمعنى سيابي وشي لازمة بمعنى أو سيابة لبر أوي لازمة بمعنى أو سيابة وأزو أو وزن شمان هي ده وزني أصلي داي لسر وزني جعفر يا مرجل أي لبر وجودي وزنكيو لبر لزومي ميمكي دكري بلين توهمي أصالة يكرا وكتوهمي أصالة اللي يكر ممرجلي دي دروس دكري آوابي يعني ممرجل دروس كردن نبيت دليلي نبي تدليل أصالة ميمكي دكري وابيوكو تمندلا مثلا لبر توهمي أصالة ميم دروس كراوا أو اختي ايدي اشتقاقك دلالة لسر أصالة ناكا تمام كما بني تمندلا لذلك مثلا كما بني لذلك ده بيش تمندل إدايا يا كما بني تمندل لذلك فتأمل أدي مسألة إلينيا كما بني بوشي مسألة باشا إيشون كتمدر عش معنى هي دي تمغفرش معنى هي خوهر تمندلينيا كما بني تمندل مثلا لذلك أتو مثلا كيل يبنوسا تاكا جاد من تقول لذلك كل دعاء بيا لفيش بي كما بني لذلك تمندل هر أو عبارة تاترة كما بني لذلك تمندل مثلا هروك بنا كرا ولا بر أو توهم أصالتي تمندل مثلا مثال بتمندلي تمغفرة تمنطقة وأنا كتمان فتأمل كي الشهر نكتب أشياء هيتش بلى ذكري بلين وقتي شي اشتقاقك تاكا اشتقاقك مقدمه لسر قوه لبر قوته مقدمه لسر غلبه زياده انيا اشتقاقك يسوف ممرجل اشتقاقك او اشتقاق اجي اشتقاقك بلا ذكري اوابلين دلين او اشتقاق أصالتي ميم أصالتي توهمي أصالت شتيكي ناتاريا كوابو توهمي أصالت شتيكي ناتاري أصل أويهر أصلا نك توهمي أصالتي هي أصل بونا نتوهمي أصالت توهمي أصالت بونا تاريا نبي حسابي لسر ناكريا أو دكري تأملك إشارة بأولاي أوي بلا دكري ممرجل لبر توهمي أصالتي ميم مرجلي بيه واللي توهمي أصالت أمريكي تاكا أمريكا كبالإلطرار فنائب ودبي تمام كبالإلطرار فنائب ودبي نابتا دليل لسر زيادة ميما كيبا وقتشي إمكاني أو مانا هي كبي كينا أصل تاكا فنابو أو توهمي نابينو أصل بنسي
وش تيلي نير من ده نش نوصي دبيا أجشتيكم نسأل نوصي وقت ما بود وهذا ببلا العنا الآن شو نربق سنة زين كده نوصي. ولذلك أيضا كان ظهيء تاكا بالمعجمة وفي آخره الهمزة على هيئة جعفر للمرأة التي لا يتدلى صديها ولا تحيض فعلأن بفتح الفاء واللام وسكون العين وفي آخره الهمزة على أصالة الياء وزيادة الهمزة لبرأوي أيضا دوبار لبرأوي كاشتقاق مقدمة بويا لهيا ببلادي معجمه وداخر كشي دا همزي تدابي ولسر هيئتي جعفري بيك الله يا بجنيكي دلنك ممشي نشورته وخواري ودحيز نكبه تاكا لا يتدلى سديها يعني شور نبيته وممشي ونيا لا يرتفع نا غلطة لا أتدلى يعني دانة شورة تقواري سلام عليكم كاك باقي جان تدلي بمعنى شوربو نوايا نك بمعنى شو نسر وخو شوربو نوايا هي شوي بوك دلع دهيز نكبت دي فانيكي يرتفعو نزيكترين بو نزيكترا سكاري بوي داوا منصروا وتقصر المرأة التي لا تحيض ولا تحمل أو ولا تحمل ولا تحمل أو تحيض ولا أو تحيض ولا تحمل أو لا تنبت ثدياها ثدياها ممشي ناروية شاكا يرتفع بناها أو معناه كذي كيا أو غيري أو لا يتدلى ما معناه شورنا بيتوا شورنا بيتوا يعني ممككاني زلام نبنو هالجي خويدا بمينيتوا لا تدلي بمعنى شوربونا ويا شاكا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى تدلي بو هي شوش تيوادة كتري معنى شوربونا ويا تمام للمرأة التي لا تدلى ثديها ولا تحيض دحوز دحيز ناكو وممشين دانات وريت أخواريو شاكا وتام جاء الله يا كبويدلا لسر وزني فعلئيا فعل يعني همزه كي زياده لسر وزني فعلئيا بفتح فيه ولام وسكون عين ود اخر اجدا همزه على اصاله الياء وزياده الهمزه الله يا لسر وزني فعلئيا بر اساسي اصل بوني كو زياد بوني همزه كي نق نك زياد بونيه كيو اصالتي همزي متوجبون بر اساسي اصالتي يو زيادتي همزه دبه تفعل دي بو حكم كراو بويك اوا يعني همزه كزياده لمجيء الله يا من لفظها بمعناها ممدودا كحمراء چونك الله يا هاتو لفظي الله يئي هل لو لفزي بمع هر لو معنايش هر بو معنايش لبرهاتني الله يائي للفزي الله يائي بمعنى الله يأ بممدودي وكو حمرائي تمام بلا لبرويني وجنانا بيدل من لفزها بمعنى هذا ناركم من لفزه بمعناه للفظ الله يئي بمعنى الله يئي ولي شنك وصف جنانه بويا هاي بودا باتوا من لفظها بمعناها ممدودا كحمراء أخي قبع دبيع ولي قبع اعتبار كلمة بعد بيش داش دي كنو في آخري هل همزتو بهاي دي كنت مثلا للمرأة التي لا تدلى ثديها ولا يحتض لا ولا تحيضو يا دي ولا تحيلوا يحتلوا دي تمام لبروي الله يا هاتوا والهمزة فيها مزيدة بعد الألف بدليل منع الصرف دا الله يا إذا همزة مزيدة دواي ألف بدليل غير منصربون الله يا همزة زائدة
والياء أصلية تاكا ييكا أصلية إداد الله يائدا منيا همزة كزيادة ألف كزيادة ييكش أصلية جابو ييكا إداك أصلي دي بيكا زائد أخذ الله أويش بكما زائد أصول كان لسي حرفان كم تردبنها الله دو هي كدام النوا كوابو ألف همزة كزياد بيه يقينا دبي ييكا أصلي بيه تاكا همزة دا الله يائدا مزيدي بعد ألف بدليل غير منصرفاتي وييكش أصلي لألا تنقص الأصول عن ثلاثة بوي حرف أصلي لسيان كم ترنبن كم ترنابي ببدأ اسمه دا دجا دا الله يا بيو همزة زياد بيه دا الله يا إجداهر همزة أو اشتقاق دلات دا كالي صارك همزة دا يوجد زيادة وآ زيادة الفكل اللي فرداوا الله يا أبو الفكل اللي فرداوا وتا الله يا أوا والتناسب اللفظي والمعنوي بينهما يدل على رجوعهما في الاشتقاق إلى أصل واحد أو جار الله يا همزة كي زيادة أو جار تناسب اللفظي شو معنوي بين الله يا والله يا إيه دلالة ذكالة زوي كهردو كان دقرانا ولا أصل واحد دا اشتقاق دا هردو كان دقرانا وصار أصل واحد يعني أصل واحد كا الله هاي يا ده هردو كان دا الله هاي مع المناسبة لقولهم لا هيت بالياء أي شابهتو بإضافة اشتيش ديكاش مناسبة عن هي أو دو كلمانا دقل قولي عرب كذلا الله هيتو بيايا يعني شابهتو تاكا فلانشتم شبهان بفلانشتي مشابهتم بو تاكا الله هيتو يعني شابهتو دقل فلانشتي مشابهتم هبو كأنها أو معنايش أو يدقيني كييك أصلي بيه دالله يأيدا تمام كأنها تلاهي الرجل في السدي وعدم الحيلي جا مناسبة كيتيا مناسبة دق الله هيتو تيا كأنه بوي بيضل الله يأ شن مشابهي بيوانا لبوي داكا ممشي شور نبوتو دحيزنا كيو تمام ملاحاته دق البيوان دا سدي دا كسدي كان شورنين زلامنين وعد عدمي حيل دا بس هم هاتني الله يأكي وهم مناسبتي كهيا أن دقل كلمة الله هيتوي عربي كمعنى شابهتوي كأنه بوي بوجني دلان الله يا الله يا شنك ملاحاتي دقل بياوان هيا دا سديو عدم حيز دا لبرأوي ترجيحي اشتقاق كي دراو ترجيحي أصالتي كي دراو زيادتي همزكي تمام؟ فرجح سيبويه ذلك على عدم النظر لفعل المقتضي ليكون لفعل إن وغلط نسيوا بينا فعلاء بلا فعلاء 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 بلا همزة كيد ببريسر ألف كي فرجح سيبويه ذلك على عدم النظير لفعل إن ضحياء ها ضحياء نا ن جليا بلا فرجح سيبويه ذلك او سيبويه تاكا او اشتقاقي ترجح داو بسر عدم نظير فعل اذا خف فعل بنظيرا ونيا مقتضي او رباعي لسر وزني فالمقتضي ليكون چونك اگر همزه كا اصل به مقتضي او كرباعي به ولا سر وزني فعل لي به المقتضي بلا المقتضي ليكون رباعيا على فعل لين الله ي فرجح ذلك على عدم النظير لفعل ان المقتضي ليكون رباعيا على فعل لين نسخانة لكونه رباعيا لكونه رباعيا بلى فرجح ذلك اشتقاق كذا لا تكلس زيادتي همزكي ونيا
لسر زيادتي همزكي ترجيحي داوى بسر أأوي ترجيح داوى بسر عدمي نظير دا عدمي نظيري فعلئي تاكا كأو عدم النظيري فعلئي عدمي نظيري فعلئي مقتزي أوي كفعلأ نبي فعلل بيا فعلأ مانيا ألا بوبا فعلئي دي الله يا بوبا فعلأ فعلأ مان دا سلاسي مزيد فيه دانياكا هم زيد آخري لا زياد بكر سلاسي مزيد فيه دلا سيبويه أو اشتقاقي ترجيح داوى بسر نبوني نظيري فعلئي دا نبوني نزيري نكر وتدليل لسر أصلا أصالتي همزكي كبيت فعلل ترجيح داوى سيبويه أو اشتقاقا وأو زيادبوني همزي أو اشتقاقي ترجيح داوى بسر نبوني نزير داك نبوني نزيري فعل إيد المقتزي أويكا الله رباعي بيه ولسر وزني فعل لي بيه وكجعفري تمام توجبوا يتجمل يا محسن والزجاج جعله من الله أتو بالهمز شاك الزجاج الله يئي لله أتو بهمزي ورقرتوا الله أتو بمعنى الله يتو يعني مشابهة مهبودة قالي زجاج الله يئي هر لو بمعنى عدم بمعنى مشابهة دقل بيوان زجاج الله يئي لله أتو بهمزي ورقرتوا الله أتو الله تو يكده بيت الزياد تاكا او اختي لي بيت تشي ده بيت فعيل يكده بيت الزياد والزجاج جعله من الله أتو بالهمزي زجاج الله يئي لله أتو اشتقاق كردوا الله أتو بهمزي ومنه قراءة عاصم يلاهئون قول الذين كفروا يضاهئون هل لو الله أتوي بهمزي قراءة عاصمي ده قرآن داك ده فرمي يضاهئون قول الذين كفروا غير عاصمي يضاهون غير عاصمي يضاهون يضاهون تاك أو يلاهيون ده بيت يلاهون أو أشهد بهمزي قلتو يلاهئون مبالا يلاهئون بالهمزة بعد الهاء وهو بمعنى لاهيتو مشتق كدو لله أتوي الله أتوش بمعنى الله أتوي بيئي ويا وهو عنده على فعيل بالياء بعد العين تاكا بلا الله يا أيتوني نا الله يا لله أتوي يكي بزائد درب الدواء بلا بمعنى الله يتوي بيه وهو عنده على فعيل الله يا لكن زج لكن زجاجي لسر وزني فعيل كي زيادة بالياء بعد العين فعيل شر هر نيا وهو عنده على فعيل بالياء بعد العين مع اعترافه بعدم هذه الزينة بعدم هذه الزينة غيره فالله يأ لكن زجاجي لسر وزني فعيليا بيي بعد العين با وجودي أوي بخوي اعترافي كدو بوي كأو وزن وجودي ندى سلاسي مزيد دا غيري أو كلمة نبيه الله يأ أو لوي ورقرتو با وجودي أوي كاعترافي كدو با بنبوني أو وزني أو التزعيف قصة كيويا يعني با وجودي اعتراب بنبوني أو وزني بولا سر أو يروشتو كمشتقي كالوي تاكا دبوها الوق مبكا نك مشتقي كالا لا 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 هأتوي تمام فيشارك فعل أن في عدم النزيري ما دامك وزن أو وزني فعيلي وجودي نبيه دغل فعلئي هر وقيتش اليدي دا عدمي نزير دا وكو فعلئي اليدي مع أن الحكم على الآخر بالزيادة أو لا دغل فعلئي ما دغل فعلئي دغل فعلئي بلا
هادو كان نزير يعني وكو فعي لكنيتي فعل أكجنيتي تاكا يعني إيمش هرد بيتا هرد بيتا وزني نبو إيوش هرد بيتا وزني نبو متوجه بوي آواتا إيما باشترا مع أن الحكم على الآخر بالزيادة أولى وكو فعل إلي ديدا عدمي نزير دابا إزافي أويكا حكم على الآخر بزيادة تاتراها تاوكو حكم بأي وسط نقية كي شنك آخر جيغاي تغيير زيادة تانبترها تاوكو وسط واستعمال الله هيتو باليائج أكثر من المهموزي بل الله أتو هيا ولي استعمال الله هيتو يزورتر المهموزي تاكا للاها أتوي تمام؟ استعمال الله هيتوي زورترا لا الله هاتوي فالترجيح بلا اقى الله هيتو بيها دي الله هيتو الله هاتو الله هاتو الله هاتو الله ها دي الله يأيك زيادة بيها اما اقر بلا يلاهئون بيلاهئون ويلا يلا بل الله ايتو لا ايتو فرخانسيا لا ايتو لا هيتو او لا ايايا او لا هايايا لا هايا لام الفي حروف اصل كان ايوي او اللي دي بترتيب لا هي او دبيتا بلا لا ها لا لا ها أ لا هايا إمد بلا إمد بيت معتل اللام أو لا هيتو أو كاستعمال زورترا يوجد بيت مهموز اللام ولتفاوت دادني الدوي داك الله يأي كي زياد بيه يا همزة كي زياد بيه استعمال الله هيتو بيه زورترا لمهموزك فالترجيح لسيبويه مع اعتلائه بالله يا أبي فالترجيح لسيبويه مع اعتلائه بله ياء بالمد فالترجيح لسيبويه مع اعتلاده مع اعتلاده فالترجيح لسيبويه يعني قوة بجانب سيبويه إنكو شرع عبارتك يا أوايا بلى أه؟ ترجيح بجانب سيبويه دايا يعني ترجيح بنفع سيبويه يعني أول شاطرة جانب سيبويه تقوية بكرية ترجيح بلاي سيبويه دايا يعني همزة كي إضافة يعني همزة كي إضافة يعني بلا همزة كي زياد بيني يكا شنك استعمال الله هيتو إلا الله هاتو زورترا بس ترجيح بجانب سيبويه دايا بإضافة أويكا سيبويه قولي سيبويه معتلد يجدبه بالله يائي يعني قوتي لوجود الله يائي جور دكرية سيبويه هم كومج لوجود الله يا وردقريا ها هميش كومج لوي وردقريكا لا هيتوك لا لا هاتوك معتبر ترى زور ترى كوابو قصي سيبويه لإذا الجاج شاتر تمام ولذلك كان أيضا فينان بالفاء للملتف من الأغصان من الشجر ولذي الشعر الطويل طويل الحسن من الرجال محكوما عليه هذا بدنت ولذلك أيضا كان فينان فينان بفيع با لشي تيك سرجاوي داري دلن للملتف الأغصان من الشجر دا بداري شي دلن كالككاني برلق بيو الككاني تيك ألقابن للملتف الأغصان من الشجر سر بداري شي دلن كالكي تيك سرجابن تاك ليك هالابن أو جار بكسي شي دلن بياوي شي كا موي دريج جواني هبه ولذي الشعر الطويل الحسن من الرجال بو صاحبي شعري دريج جواني جدلن لبياوان
بيدلن فينان شعر ها شعر اه شعر جناها تبو شعر بو اه شعر نم با شعر يجبو شنو فز لذي الشعر الطويل الحسن حسنك صفتي وقت طويل كي صفتي شعرك يا يعني موك طويل شو حسن شا كسي كموي طويل حسنها بالرجال لذي الشعر الطويل الحسن من الرجال موك جوان بيا شخصك جوان بيا جوان بيا موي دريج بيا مويك جوان ودريج بيا حسنك صفتي زيكي يا صفتي شعرك يا شخصك حسن بي زي شعري طويل بي وحسن بي يا شعرك طويل وحسن بي فينان لذي الشعر الطويل الحسن من الرجال ها كهيان يقال شعر فينان اها طويل طويل لأنه الطول والحسن طول والحسن فينان يعني طويلة فز جوانا كيف كين صفتي كابراي بلا جوانو نعزي هي هي بلا قال شجر فينان وشعر فينان طويل حسن طويل حسن تيجي يقال شي يقال شجر فينان وشعر فينان طويل حسن بس حسنك صفتي شعرك يا تاكا او بالا سري بن سين بلا صفة الشعر أولا سريد نصن صفة نعت لي للشعر لا لذي صفة شعر نق صفة زي كيبير ولذلك أيضا كان فينان بالفاء للملتف الأغصان من الشجر يكبى شجري ملتف الأغصان دلنك لك كان تيك حالابا ويشيش بشخ برجولي دلن كصاحبي موي طويل جوان بيه ولذي الشعر الطويل الحسن من الرجال لبر أوي فينان محكوما عليه بزيادة الياء وأصالة النون حكم كراوتي بزيادة ييكيو أصالة النونكي فينان فكان وزنه فيعالا أجر ييك زياد بيو نونك أصل بيا أصل بن وزنكي دبيت فيعال ونيا فيعال بفتح الفاء وسكون الياء هاتشن فيعال وزنك نا موجودة ولاشتقاق بو تباعيسي ويكا ما حكمي بكين بو حكم دكري بويكا فينان ييكي زيادة لمجيء فنانين محركة بنونين بعد الفاء للغصن لبرهاتني فناني بمحركة العين بدونونان دواي فاء الفعل هاتو فنان بمعنى اللي داري فنان جمع كشي أفنانا شاكا دي او اشتقاقا او فنانا كدقال فيناني بلا بو فيناني دبتا مأخذي اشتقاق ونيا او اشتقاقا دلالة دكا لسر زيادة ييكي او مقدم كراو هرچن فيعال وزنشي ناموجودة فيعال لسلاسي مزيد دا ناموجودة اشتقاق لفناني بو تباحسي اوي اشتقاقش لفناني لبر اوي كراوا تاكا تشوكا بلا فنان هاتوا فنان يجدقل فيناني هم تناسبي
معناه هي هم تناسبي ترشيفي حروفي هي أي فنن في ونونا ونونا فيناني جقية كي زياد دربري في ونونا ونونا بيجقل ألفك كزيادة هيج تناسبي في المعناش يعني فنن بلشي دالان داري دالان لك فينانيش يعني داري صاحب لشي زوري دو معلومة تناسبك واضحة مع التناسب في ترتيب الحروف والمعنى بلا ولو كان للطويل الشعر دلا مناسبتي هي فينان دقل فنني كفنن بمعنى الجداربو ولو إنشي فينان بو الطويل شعرش بكاردتيه بو داريك بكاردتيه باب الطويل الشعر يشبه بو عساني مدريج يشبه هر مناسبتي دي قل فنن الجداري هيا ونيا مناسبتي هيا دي قل فنن دي ترشيب معنى دا حتى اقب الطويل الشعر يشبه كبو معنى يشبه كادتو لأن الشعر كثيرا ما تاكا كثيرا ما بلا يجعل كالغصني چونك زور جاران مو تشبيه با غصني داري دكري زور جاران شعر وق غصني قرار دادريو ويستعار له لچي داري بو بكار دبردري دلن او موانا لچي داري دلن منزوريان مويا غصني دلن منزوريان مويا شعر زور جاران وقو غصني حساب دكري تشبيه دكري بويو كتشبيه كرا استعاري غصني بو دكري غصني بو بكار دبن بمعنى مو فاز بمعنى طويل الشعر يشبه فينان هر مناسبتي لغل فنني هي فرجح ذلك على عدم النظر النظير لفعال ترجيح دراوة أو اشتقاقة ونيا بسر نبوني نظير فعال دا الآن وايلي آتوف بوت فعال فينان بو حسابي ما فعال إج نادرة وجودين يا ولد اشتقاق كترجيح دراوة تمام؟ واقتصر الجوهري فيه على المعنى الثاني وجعله فعلانا كسكرانا تاكا تمام اخذت غير مسرف جوهري دكلمي فيناني دالس المعنى دوم اختصاري كدور نكتب بمعنى داري برلكا كتويتي بمعنى شخصي مدريجي موجوانا بياوي مو شخصي مدريجي موجوان اختصاري لسر معنى دوام كتويتي فينان لسر وزني فعلانيا فعلان يعني يكي بأصل حساب كردوا مشتقشي كردوا لفيني فين فينان الفنون كي زياد دبي يكي دبتا أصلي وكو فعلاني لي كردوا مشتقي كردوا لفيني بسكون الياء وهو الوقت فين بمعنى وقتا فينان جاء فيناني بمعنى مدريس مناسبتي دقال وقت هيا دلا لبر أوي وكأنه لأنه الطول والحسن تاكا وكأنه وهو وكأنه لأنه الطول والحسن ما وكأنه لأن الطول والحسن لأن الطول والحسن مما يحصل بتعاقب أمش ذكره وكأنه لأن الطول والحسن مما يحصل بتعاقب الأوقات كأنه بويا مشتقي كردو لفيني كفين بمعنى وقتا كأنه لبر أوي واي كردو شنكا تاك طول حسن فينان برجل صاحبي موي طويل حسن لنا طول حسن نيازي بوخت هيا نيازي بتعاقب أوقات هيا دبيا بوغزري هتا مويا كدريج دبيا وبدريج بونيج جوان دبيا أو مناسبتك أويا وهو وفيه تعسف دو جعلي جوهري دا تعسفي تداهيا فينان بمو يدريج بلن مو صاحبي مو يدريج شخصي مو دريجي مو جوان لبر أوي چونك نيازي بوقت بويا لكلمي فيني بمعنى وقد وصفي بو اشتقاق كلا أخذ فينان أو وقتي وايلدي يعني صاحب وقد يعني داراي وقت يعني لازمي وقتي لازم بيا فينان شاكا بو موي بو يدلن بو شخصي يدلن فينان شن دليش بو نوي مو يكيو تو حسني مو يكين يازي بزمانه تعسفة والأول أظهر أولك كلفنني بأظهرت له
ولم يجعل رباعيا على فعلال لندرته من غير المضاعف زاد الله أدي بو النكرة وتفعلال نونكش أصربا فعلال فعلال يكون نونكا يكش أصربا يكش من كنت فينان فينان لسر وزني فعلالي با شدبو يكش أصل دبو شاكا أوج رقايك كفيناني بكيا بكيا فعلال ككلتا فعلال دي أو كلتا فعلال دي كلتا فعلال نونكو يكادو شا أصل بكري كلتا فعلال اشتقاق كيلتيا خشوي ذا ها؟ ايش دي ردي كاتا نا دلا لبر أوي نادر فعلال جاء نادري شو مناسبتي تجني بوشتقاء خي دلا ما أوش يرقل خين هر نادر بونا كان يخوا أو كرتا فعلال يعني لفينا نيور جراوا ونيا دي فينا بمعنى تشيا هتاوكو ببيت فعلال مناسبتي تجني مناسبتي معنى اينيا هر اواني بلاي فعلال نادرا مناسبتي شجد اشتقاق كيداني اي دراسة قوله سلاسي مزيدي كبيني سلاسي مزارد بيين بلاي اشتقاق كلا نا كأنه كأنه وانيك جوهري كلوية فعلان وكو سكراني ديجا كرباية فعلال فعلال أبيش دبو يعني هل لفين با وفعلال با فين فين فعلا لا ما كي تكرار بيتو هل لفيني بيه هل لفيني بيه أما لسر وزني فعلاني نبي لسر وزني فعلالي بيه هل لفينكي بمعنى وقت تمام لفينكي بمعنى وقت بيه أما لجياتي ويفعلان بيه ببيتا فعلال يعني نونا كي تكرار ببيتوا هل لفيني بتكراري نون بو آوائي لنكراوا هم أو تعصفي وانشي تدادبو هم أو بمناسبتي كده جواري داهايا هميش أو وزن وزني جنادرا فعلان فعلال نادرة ده غير مضاعفي ده نادرة ده غير مضاعفي ده مضاعفة نادرة ده غير مضاعفي ده فينان فعلال مزعفني مزعفني فعلال مدوحة الكلمة ولا لا مفعلية مزعفني مزعف ده رباعي ده دبي فاء عين فاء لام أول عين لام دوم لسر يقبل أوجر دبي تملاعف فعلال ملاعفني تمام؟ فلان صحيح هل قام في فوش بنوش مضاعف يدى الرباعي بوين ولم يجعل ولم يجعل هونيا ولم يجعل هو رباعيا يعني بواني قوي لك ربا جوهري هونيا مع الدين جندي أقين مضاعفها أو سلاسية مع الدين أو سلاسية وصار منك أصوات هي رباعية. مع الدين. دي. لأنه أصله رباعية بخاطر. مما كأصله دي إيش نابتة ملاعبة. ملاعبني بعدام رباعي بملاعبني. زلزلة سلسلة. وأنا مزاعفين بيجن رباعي. أدا رباعي ده دا بفاء الفعل. لام الفعل أول يك جور بي تكرار بي هني يقنا وحارب بي. عين الفعل شو لام الفعل دو مش يقبه وكو زلزلة زلزلة زحزح ايش دقيقة زحزح حمس وكو خلخال اصلا تبا زلزلة اذا لنتي اذا لن ملاعب اخدو داني تيدا خبوه في اذا لن ملاعب اخي اصلا دونا وعبتو دانا كرد مزاعف هل يك جاد مزاعف مزاعف رباعي بويدا لن هم صارت
بلا دبي دو جار بها تابي بلن ملاعف نصيب زنونية أدي مضاعف هو يكفار فعله لا مفعلي أول وانين وش يبقى نصيب الأسيدة يعني لرباعية لرباعية ترباعي دا نخر فاء الفعل لام الفعل أول و عين الفعل لام الفعل دو ومش جور بيها دنا بتني بوي نابت ملاعب حالي بوي جاء أقر فينان بكرابة رباعي أو ضعفي هرتي لا دبو أو ضعفي كدقسي جوهري دايا بإزافي أوي أو جار فعل النادريشا غير مضاعفي دا فعلان نادرنيا تعسفي تدايا ولي او تعسفي شي تدايو او شي تدايك او وزن نادرا يعني دو جال علينا وعليكم الرحمة.